رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. عنوان هذا اللقاء أقسام التوحيد، وهو يأتي ضمن سلسلة نافعة عن التوحيد، وهي تحمل عنوانا عاما ألا وهو أمان الأمة. ولا شك أن التوحيد أساس أمان الأمة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والكلام عن أقسام التوحيد الذي هو عنوان هذا اللقاء ينتظم نقاطا عديدة، نرجو الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا في لقائنا هذا حسن بيانها والإتيان على مهمات جوانبها، وأن يكون ما نقوله ونسمعه علما نافعا مقربا إلى الله تبارك وتعالى، حجة لنا لا حجة علينا. وأول ما نبدأ به في حديثنا هذا بمقدمة مختصرة عن أهمية التوحيد الذي نحن بصدد الكلام على أقسامه. فالتوحيد معاشر الإخوة الكرام هو أهم المهمات وأعظم الغايات وأجل المطالب على الإطلاق، فهو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، فإنه تبارك وتعالى ما خلق الخلق ليتكثر بهم من قلة أو ليتعزز بهم من ذلة أو ليستغني بهم من فقر، حاشاه وتقدس وتنزه تبارك وتعالى عن ذلك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا غني عن العباد وغني عن طاعاتهم وعباداتهم، وقد خلقهم جل وعلا ليوحدوه وليقوموا بطاعته ويعبدوه وليخلصوا الدين له تبارك وتعالى. وكل ذلك لا ينفعه هو سبحانه، فهو الغني الحميد، لا ينفعه طاعة من أطاع ولا يضره معصية من عصى، لا ينفعه سبحانه وتعالى توحيد من وحد، كما لا يضره جل وعلا كفر من كفر وشرك من أشرك. والقائل عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وقال: ومن كفر فعليه كفره. فكفر الكافر مضرته عليه، وإيمان المؤمن وتوحيده وطاعته لله جل وعلا نفعه له. أما الله جل وعلا فهو غني
عن عباده وعن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن كل ما يتقربون إليه به. والتوحيد هو الغاية التي بعث الرسل للدعوة إليها، هو الذي رتب الله عز وجل على قيام العباد به وفعلهم له وقيامهم بتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. فالسعادة في الدنيا والآخرة منوطة بالقيام بالتوحيد وتحقيقه. قد مر معنا قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك، هذا معنى الآية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة جزاء توحيدهم ولقاء إيمانهم بربهم تبارك وتعالى. والتوحيد يترتب عليه من الآثار الحميدة والنتائج السعيدة والفوائد المثمرة في الدنيا والآخرة ما لا حصر له ولا عد. ولهذا كان أجل النعم وأرفعها على الإطلاق، فليس في النعم نعمة أشرف وأعظم وأنبل من التوحيد. ولهذا سورة النحل، ويسميها بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عدد فيها تبارك وتعالى من نعمه وآلائه على عباده، بدأها سبحانه وتعالى بنعمة التوحيد، بدأها بذكر نعمة التوحيد: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم استمر في السورة ذكر النعم وعد الآلاء، وفيها قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلا أن أعظم النعم وأجلها هي النعمة التي صدرت بها هذه السورة، وهي أول القرآن ومفتتحه، وهي خاتمة القرآن. فالقرآن افتتح بالتوحيد واختتم بالتوحيد، بل إن القرآن كله في التوحيد، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، قال: القرآن كله في تقرير التوحيد، لأن القرآن إما خبر عن الله وربوبيته وأفعاله وأسمائه وصفاته، وهذا التوحيد العلمي، أو أمر بإخلاص الدين له وطاعته سبحانه وامتثال أوامره، وهذا التوحيد العملي، وإما بيان لما أعده الله تبارك وتعالى لمن أخلص الدين لله وقام بطاعة الله، وهذا جزاء أهل التوحيد وثوابهم، وإما خبر عن ما أعده الله تبارك وتعالى من العقوبات العاجلة والآجلة لمن عصوا الله وأشركوا معه غيره وكفروا به سبحانه، وهذا عقاب من ترك التوحيد، أو ذكر للجنة والنار وما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، وهذا فيه ثواب من حقق التوحيد وعقاب من خالف التوحيد. فالقرآن كله من أوله إلى آخره في الدعوة إلى توحيد الله وتحقيقه والتحذير من ضده ونقيضه. ولهذا ينبغي
علينا معاشر المسلمين أن يكون اهتمامنا بالتوحيد مقدما على الاهتمام بكل أمر، وأن يكون في أول أولوياتنا وفي مقدمة مهماتنا. ولما كان الرسل يبعثون في الدعوة إلى أقوامهم، كان أول شيء يسمعه الأقوام منهم دعوة إلى توحيد الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي بعثه الله يفتتح دعوته بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فالتوحيد أول الأمر وآخره وظاهره وباطنه، وهو أساس السعادة وسر الفلاح في الدنيا والآخرة. نأتي بعد هذا إلى النقطة الثانية في موضوعنا، وهي أقسام التوحيد أو أركان التوحيد أو أنواع التوحيد. فإن التوحيد الذي خلقنا لأجله ووجدنا لتحقيقه ينقسم إلى أقسام ثلاثة جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأركان أو الأقسام أو الأنواع الثلاثة للتوحيد هي في الحقيقة أركان للإيمان بالله عز وجل الذي هو أصل أصول الإيمان. وأنتم تعلمون معاشر الإخوة الكرام أن الإيمان له أصول ستة، أعظمها وأجلها الإيمان بالله، وبقية أصول الإيمان هي تبع لهذا الأصل، كما قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، هذا أصل أصول الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها تبع لهذا الأصل، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان يقوم على أركان ثلاثة: لا يكون مؤمنا بالله من لم يؤمن بها، وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. فهذه الثلاثة تسمى أركان الإيمان بالله، وتسمى أقسام التوحيد أو أنواع التوحيد. فالتوحيد ينقسم إلى أنواع ثلاثة أو أقسام ثلاثة: توحيد لله عز وجل في ربوبيته، وتوحيد له سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وتوحيد له جل وعلا في ألوهيته. فمن لم يؤمن بهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد لا يكون موحدا، ولا يكون أيضا مؤمنا بالله جل وعلا، لأن الإيمان بالله إنما يقوم ويتأسس ويبنى على هذه الأصول الثلاثة التي هي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته،
وأسمائه وصفاته وألوهيته. بل إن دين الإسلام إنما سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والقسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد الجازم والإيمان التام بأن الله تبارك وتعالى وحده هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون هذا الخلق، لا خالق سواه، ولا رب إلا هو، ولا محي ولا مميت إلا هو، ولا متصرف في هذا الكون إلا الله جل وعلا. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين، وقال جل وعلا ذلكم الله ربكم. والآيات في هذا المعنى وفي بيان هذا النوع من التوحيد كثيرة جدا، وكل آية في القرآن فيها ذكر الخلق والإحياء والإماتة والتصرف في هذا الكون والإنعام والتدبير والقضاء والقدر وما إلى ذلك، كلها من الإيمان بهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية. قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خلق أوجد أنعم أحيا تصرف، كل ذلك من معاني الربوبية، والإيمان به هو من الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد كان يقر به المشركون ولا يجحدونه، ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهم كانوا يقرون بربوبية الله، يقرون بأنه رب السماء ورب الأرض ورب العرش ورب كل شيء ومليكه، يقرون بذلك ويعترفون. والإقرار بهذا التوحيد جبلي وأمر فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليه، ولهذا في الغالب الأعم لا ينكر هذا التوحيد إلا جاحد معاند. حتى فرعون الذي قال وما رب العالمين، وقال ما علمت لكم من إله غيري، هو نفسه في قرارة نفسه يقر بأن رب العالمين هو الله، ويقر بأنه مربوب مخلوق لله سبحانه وتعالى، يقر في قرارة نفسه بذلك، كما في قوله جل وعلا قال أي موسى لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسى عليه السلام يقول لفرعون لقد علمت، يعني في قرارة نفسك وفي كامل فؤادك، أن الذي أنزل هذه الآيات رب السماوات والأرض بصائر للناس
أنت تعرف ذلك جيدا. إذن ما نوع هذا الجحد الذي كان من فرعون؟ قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن الإقرار بهذا التوحيد، توحيد الربوبية والإيمان بأن الله عز وجل وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف، لا يكفي في النجاة ولا يكفي في حصول التوحيد، لأنه كما سبق معنا لا يكون المرء موحدا إلا إذا ماذا؟ وحد الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة. أما من وحد الله في الربوبية ولم يوحده في الألوهية لا يكون بذلك مؤمنا ولا يكون موحدا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وينبغي أن نفهم هذه الآية وأن نطالع ما قاله أئمة السلف في تفسيرها وبيان معناها، من أمثال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ومقاتل وغيرهم من أئمة السلف. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما معنى الآية؟ قال السلف في بيان معناها: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا في هذا الكون، إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. هذا هو معنى الآية: وما يؤمن بأكثرهم بالله، أي ربا خالقا رازقا منعما، إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. وهذا حال المشركين، هذا حال كفار قريش، يؤمنون بأن الذي خلقهم الله وأن الذي رزقهم الله، ويقرون أن الأصنام التي يدعونها والأوثان التي يعبدونها لا تملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا إحياء ولا إماتة، كل ذلك يقرون به، ويقرون بأن ذلك كله لله، وفي الوقت نفسه يشركون معه غيره في العبادة. وإذا قيل لهم: لما تعبدون ما لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع وليس بيده حول ولا قوة، وتدعون عبادة الله عز وجل الواحد القهار، ماذا يقولون؟ يقولون: نحن نعلم أن هذه الأصنام شأنها كذلك، لا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، كل ذلك نعلمه، إذن لما؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهم جعلوا هذه الأصنام والصائطة بزعمهم بينهم وبين الله تقربهم إلى الله جل وعلا وتدنيهم منه، فجعلوا الوسيلة التي تقربهم من الله فعل أعظم شيء يبعد منه، وهو الشرك بالله. فجعلوا الواسطة أو الوسيلة التي تدنيهم من الله وتقربهم منه شركهم به سبحانه وتعالى، واتخاذ الأنداد والوسائط والشركاء. إذن النوع الأول من أنواع التوحيد هو توحيد الربوبية، الإقرار الجازم بأن الله سبحانه وتعالى وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلائق كلها. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نؤمن إيمانا جازما وأن نقر إقرارا تاما بالأسماء والصفات، أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة الواردة في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكلنا يعلم كثرة الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة،
بل لا تكاد تقرأ آية في القرآن إلا وتجدها في الغالب مختومة بماذا؟ بأسماء أو صفات لله سبحانه وتعالى. والقرآن فيه ذكر لأسماء الله وصفاته في مواضع كثيرة منهم. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في هذا السياق المبارك من خاتمة سورة الحشر ذكر 17 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ذكرت على التوالي. وآية الكرسي التي هي أعظم سورة في القرآن اشتملت على 5 أسماء حسنى لله وما يزيد على 20 صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا كانت هذه الآية أعظم آية في القرآن. وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر صفة الرحمن. ولعله قد مر عليكم قصة الصحابي الجليل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يؤم بمن معه ويقرأ في كل ركعة من كل صلاة بعد الفاتحة بقول هو الله أحد، وكان ذلك أشكل على من معه من الصحابة. في كل ركعة يقرأ بعد الفاتحة بقول هو الله أحد، فأشكل ذلك على من معه، وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له خبرا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اسألوه لأي شيء فعل ذلك. فذهبوا إليه واسألوه، فقال لهم: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، هذا هو السبب، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا فيها فائدة عظيمة، أن حبك للأسماء والصفات وعنايتك بها واهتمامك بدراستها وفهمها باب عظيم لدخول الجنة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها. وينبغي أن يفهم هذا اللفظ على وجه صحيح، من أحصاها. بعض عوام المسلمين قد يحمل في جيبه ورقة فيها 99 اسما، وربما قد يكون بعضها في ثبوته في أسماء الله نظر، ثم يخرجها من جيبه فيقرأها في ورده في الصباح والمساء ويظن أن ذلك هو الإحصاء المطلوب،
في قوله من أحصاها دخل الجنة. ولهذا ينبغي أن يفهم المراد بالإحصاء. وقد قال العلماء المراد بالإحصاء في الحديث تحقيق ثلاثة مراتب، ليكون بذلك العبد محصيا له على الوجه المطلوب. الأول أن يحفظه، والثاني أن يفهم معناه، والثالث أن يقوم بالعبودية المختصة بها. فمثلا تحفظ من أسماء الله السميع وتفهم معناه، معناه ثبوت السمع صفة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وأنه سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات، يسمع جميع الأصوات على تفنن الحاجة، على تفنن الحاجات أو على أنواع الحاجات واختلاف اللغات. بل لو قام العباد من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو قاموا في لحظة واحدة وفي صعيد واحد وكلهم وفي لحظة واحدة سألوا الله، كل بلغته وكل يذكر حاجته، لسمعهم سبحانه وتعالى دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة لما نزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، لما نزلت هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، أن يسمع الأصوات كلها. فأنت إذا آمنت باسمه السميع آمن بصفة السمع، وإذا آمنت بصفة السمع وهو المعنى الذي دل عليه هذا الاسم اعبد الله تبارك وتعالى بمقتضى ذلك، ومقتضى ذلك ألا يسمع منك ربك إلا ما يسرك أن يسمعه منك من القول السديد والكلام المفيد وذكره تبارك وتعالى والكلام بالأمور النافعة. أرأيتم من يتكلم من الناس بالكلام البذيء أو القول الساقط أو الفحش أو غير ذلك، إن كان مسلما أكان في لحظته تلك يستحضر سمع الله له واطلاعه عليه ورؤيته له وعلمه به؟ فإذا لا بد في إيماننا بأسماء الله الحسنى أن نحقق العبودية التي تقتضيها. ولهذا قال العلماء الإيمان بأسماء الله الحسنى له أركان ثلاثة، وهي الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم، والإيمان بالحكم، والقيام بالعبودية التي يقتضيها الاسم من التذلل والخضوع والانكسار. وكل اسم من أسماء الله الحسنى له عبودية يقتضيها ذلك الاسم، وهي من موجبات الإيمان به. فتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون نصحا للعباد وبيانا لهم، يقولون ينبغي على كل مؤمن آمن بأسماء الله وصفاته أن يحذر من أمور أربعة وقع فيها أهل الضلال وانزلق فيها أهل الباطل، وإذا وقع فيها العبد أخرجته عن الإيمان الحق بأسماء الله وصفاته، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. ولهذا ترون في عامة كتب السلف في بيانهم للتوحيد يقولون نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف أي من غير
صرف للألفاظ أو المعاني عن حقيقتها، لأن من عدل بها عن مرادها ومقصودها فقد ألحد وحرف، والتحريف ذمه الله وجعله من خصال اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. فيحذر العبد من تحريف كلام الله عز وجل، ولا سيما في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن التحريف في أسماء الله وصفاته أن يعطى الاسم منها أو الصفة معنى اسم آخر أو صفة أخرى، سواء كانت تلك الصفة التي جعلوها معنى لهذا الاسم أو لهذه الصفة ثابتة أو غير ثابتة، مثل ما يقول بعض المحرفة الرحمن على العرش استوى أي استولى، هذا تحريف لكلام الله. ومثل ما يقول بعض المحرفة وجاء ربك، يقولون وجاء أمر ربك أو جاء ملك ربك، هذا تحريف لكلام الله. ومثل ما يقول بعض المحرفة قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا أي رحمته أو أمره أو ملكه، هذا تحريف لكلام الله، لأن وتحريف لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الله وجاء ربك ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول؟ نقول كما قال الله وجاء ربك. وقال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، ماذا نقول نحن؟ نقول كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، لا نحرف ولا نبدل ولا نغير، وإنما نثبت الصفات كما جاءت ونؤمن بها كما وردت. وهذه قاعدة أهل السنة في الباب، يقولون أمروها كما جاءت وأثبتوها كما وردت، أي بدون تحريف وبدون تغيير وبدون تبديل. فإذا هذا المحذور الأول. المحذور الثاني الذي ينبغي أن نحذر منه في هذا الباب التعطيل، والتعطيل هو النفي، نفي أسماء الله وصفاته أو نفي بعضها أو جزء منها، هذا كله حرام وباطل وضلال. فالمسلم لا يعطل شيئا أثبته الله، ولا ينفي شيئا أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فهو حق على حقيقته، نؤمن به كما جاء ونثبته كما ورد، ولا ننفي شيئا من ذلك ولا نعطل. والمحذور الثالث التمثيل، فنحن إذا أثبتنا لله الأسماء والصفات نحذر غاية الحذر من أن نمثل شيئا منها بصفات المخلوقين ونعوتهم. ولهذا قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، قال تعالى هل تعلم له سميا، والآيات في هذا المعنى كثيرة. والممثل هو الذي يقول يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا وبصره كبصرنا وصفاته كصفاتنا، تعالى الله عن ذلك. وتمثيل صفات الله بصفات المخلوقين كفر بالله، ناقل من ملة الإسلام. لا يكون مؤمنا بالله من يمثل الله تبارك وتعالى بخلقه، بل قال السلف رحمهم الله الممثل يعبد صنما، وقالوا أيضا والمعطل يعبد عدما، ولا يكون المسلم موحدا إلا بالإثبات بدون تمثيل وبالتنزيه بدون تعطيل. وهذا ما سنبينه بعد قليل، وهو الأصل الذي يقوم عليه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. المحذور الرابع التكييف، عندما نثبت الأسماء والصفات نحذر غاية الحذر من أن نكيف. ما معنى نكيف؟ أي نحاول في أذهاننا وعقولنا
أن نعرف كيفية هذه الصفات. والتكييف باطل، وينبغي على كل مسلم أن يقطع من قلبه الطمع في معرفة كيفية الله، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، فالتكييف باطل ولا سبيل إليه. بل إن الواحد منا عاجز عن إدراك كيفية المخلوقات، فكيف الأمر بخالقها؟ أحد السلف هو عبد الرحمن بن مهدي لقي مرة غلاما خاض في التكييف، وبدأ يتكلم في كيفيات صفات الله بعقله القاصر وفكره الضعيف، فقال عبد الرحمن بن مهدي: دعنا من الكلام في كيفية صفات الله ولننظر في كيفية صفات المخلوقات، فإن استطعنا أن نعرف كيفيتها وتمكننا من ذلك انتقلنا للكلام في كيفية صفات خالقها، وإن عجزنا عن إدراك كيفية صفات المخلوقات أو كثير منها فنحن عن معرفة كيفية صفات خالقها من باب أولى. قال القلام: نفعل ذلك. فقال عبد الرحمن بن مهدي: ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل في صورته الحقيقية وقد سد الأفق وله 600 جناح، أخبرني أي عن أماكن هذه الأجنحة، كل جناح من هذه الأجنحة أخبرني عن مكانه. فأخذ يفكر يتأمل يحاول أن يعرف الكيفية، 600 جناح، فما استطاع أن يتكلم. قال: أنا أهون عليك الأمر، أنا أهون عليك الأمر، قال الله تعالى في القرآن: جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، من الملائكة من أجنحته ثلاثة، جناحان عن اليمين وعن الشمال، الثالث أين هو وكيف يطير به؟ أخبرني. قال الغلام: لا أدري، وأشهدك أنني تائب إلى الله عز وجل من التكييف الذي كنت أخوض فيه. العبد عاجز، عاجز تمام العجز عن أن يدرك كيفية المخلوقات. الروح التي بين جنبتي كل واحد منا لها صفات كثيرة، تتحرك وتصعد وتقبض وتنتشر في البدن، لها صفات كثيرة جاء بيانها في القرآن وفي السنة. ما كيفيتها؟ وهي بين جنبتي كل واحد منا. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هذه الأمور الأربعة، التحريف والتكييف والتمثيل والتعطيل، نحذر منها ونبتعد عنها، ونثبت أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى كما جاءت، مع البعد عن هذه الآفات والحذر من الوقوع في هذه المحاذير التي بينها أهل العلم وحذروا منها. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على أصلين: إثبات للأسماء والصفات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله سبحانه وتعالى، ففي هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها إثبات بلا تمثيل، وفيها أيضا تنزيه بلا تعطيل. التنزيه في قوله ليس كمثله شيء، والإثبات في قوله هو السميع البصير. وهذا نهج أهل السنة في هذا الباب، يثبتون بلا تمثيل
وينزهون الرب تبارك وتعالى عن النقائص بلا تعطيل. القسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الألوهية، وهو معنى لا إله إلا الله. توحيد الألوهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك وأهله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. توحيد الألوهية هو إخلاص الدين له وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، فلا نعبد إلا الله، ولا نسأل إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نطلب المدد والعون والنصر والشفاء إلا من الله. كما أنه تبارك وتعالى تفرد وحده بخلقنا ورزقنا وتدبير أمورنا، نفرده وحده تبارك وتعالى بالعبادة. قال عز وجل: وأنا ربكم فاعبدون، أي كما أنه وحده سبحانه وتعالى ربكم المتفرد بالربوبية فاعبدوه وحده، كما أنه لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، فليكن كذلك لا شريك له في العبادة. أيخلق هو ويعبد غيره؟ أيرزق هو ويطلب الرزق والإنعام من غيره؟ يشفي هو ويعافي ويطلب الشفاء من غيره؟ ويقول عليه الصلاة والسلام في دعاء: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. وإبراهيم الخليل إمام الموحدين يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. فتوحيد الألوهية أن يفرد الرب سبحانه وتعالى بالتذلل والخضوع والطاعة والعبادة والصلاة والحج والدعاء والذبح والنذر وكل طاعة وكل طاعة وكل عبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، حق لله، من صرف شيئا منها لغير الله أشرك بالله العظيم، أشرك بالله العظيم. ولا أحد من المخلوقات يستحق شيئا من العبادة أيا كانت. وأريد أيها الإخوة أن تتابعوا معي بدقة إبطال القرآن الكريم للشرك في الألوهية من خلال إقرار من أقر بالربوبية، وهذا يكثر في القرآن الكريم. ومن ذلك ما مر معنا في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهنا تأملوا جيدا قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا للمشرك الذي جعل لله الند، والند هو الشريك. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون ماذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما:
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، أياما تعلم أن الخالق لك والرازق المنعم المدبر لشؤونك هو الله وحده، لا تجعل له أندادا في العبادة تدعوهم وتسألهم وتستغيث بهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نعرف للتوحيد حقه وأن نرعى له مكانته وأن لا نلتفت إلى سوى ذلك. وقد قال من قال: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضى بنفسك أن ترعى مع الهمل. لنحذر من دعاة الضلال ومن أئمة الباطل ومن يشوشون على الناس ومن يشككونهم في أمور دينهم، ونحافظ على هذا التوحيد الذي هو أساس ديننا وغاية مقصودنا وأعظم أمر خلقنا لأجله وأوجدنا، وأعظم أمر خلقنا الله جل وعلا لأجله وأوجدنا لتحقيقه، نحافظ عليه تمام المحافظة ونرعاه تمام الرعاية لنلقى الله عز وجل على التوحيد والسنة غير مبدلين ولا مغيرين. ونسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى من كل خير خزائنه بيده، ونعوذ به تبارك وتعالى من كل شر خزائنه بيده، ونعوذ به تبارك وتعالى من أن نشرك به ونحن نعلم، ونعوذ به تبارك وتعالى مما لا نعلم. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.